كل سنة وانتم طيبين. أنا اسمي محمد فؤاد المهندس، واحنا في برنامج بودكاست اللي يخص جريدة الوطن. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنتكلم النهاردة على الأستاذ اللي هو أستاذ فؤاد المهندس، هو بابايا، وهنتكلم على طقوس اللي كان بيحبها في رمضان أو كان اللي بيعملها في رمضان، وهنتكلم على أعماله، وهنتكلم على حكايات كتيرة تخص الأستاذ الله يرحمه. كان الأستاذ الله يرحمه، أنا ما أعرفش أقوله غير يا أستاذ على فكرة، كان بيعشق شهر رمضان، وكان بيحب شهر رمضان قوي، وكنا بنحضر له قبليها بشهرين، يعني بنحضر لقدوم شهر رمضان قبليها بشهرين أنا والأستاذ. طبعا في حكاوي كتيرة وفي عادات وتقاليد كان هو بيعملها، هحاول أقولها لكم وافتكر حاجات كتيرة، يعني أنا برضو النسيان بقى عالي قوي عندي. بس كان الأستاذ الله يرحمه بيجهز لرمضان قبلها بشهرين، بيعمل إيه؟ بيحاول يعمل المينيو بتاع رمضان، هياكل إيه، هيصوم إزاي، هيتسحر إيه. وكان دايما بيحب البيت يبقى فيه فوانيس، ويبقى فيه حاجات اللي هي تخص رمضان، من أنوار، من فوانيس، من مفارش عليها صور رمضان. فكان بالنسبة له شهر رمضان شهر عزيز وغالي عليه قوي، كان بيعشقه. وكان بيشتغل، وكمان كان بيشتغل عمه فؤاد في رمضان. أنا يمكن ما حضرتش تصويره كتير، بس حضرت جزء كبير من الحياة بتاعة عمه فؤاد. كان بيصوره قبل رمضان ما يبتدي بعشرين يوم، وبيبتدي وبعدين بيخش يصور في رمضان، كان بيصور ساعتين بس. الأستاذ هكلمكوا عن الأستاذ الأب، كان أب جميل جدا، كان أب طيب جدع، علمنا إزاي نعتمد على نفسنا، علمنا عدم التكبر، علمنا ان احنا نبقى مسؤولين عن نفسنا، اي مشاكل بتواجهنا بنعرف نحلها. فعلمنا الرجولة، يعني علمني انا واحمد اخويا الرجولة، وعلم منا الاعتماد على النفس. فاحنا بيشرفني ان انا اكون والدي فؤاد المهندس، وحقيقي يعني انا دايما او قبل ما يجي رمضان بفقده، وكل سنة بحس ان هو وحشني اكتر. انا حاطط صوره كتير قوي في البيت علشان دايما بفتكره بالخير. طبعا اقول يعني ان هو وحشني قوي. رمضان كان بالنسبه له شهر غالي وشهر عزيز وشهر جميل، وكان بيحب يصومه. كان سبحان الله كان ساعات بيفطر على الحلبة، مش عارف ايه وجهة نظره، يشرب كوبايه ماك حلبة. اتكلمنا النهارده عن الأستاذ أو والدي فؤاد المهندس، طقوسه في رمضان، وإن شاء الله الحلقة الجاية هكلمكم على فؤاد المهندس الأب.